ولمتابعه اخر تطورات معركه تحرير الموصل ينضم الينا مباشره من هناك قائد اركان الشرطه الاتحاديه اللواء الركن جعفر البطاط. لواء جعفر، اهلا بك الى نشرتنا لهذا اليوم وشكرا لك اتاحه هذه الفرصه. يعني كيف تضعنا في صوره العمليات التي انطلقت؟ ماذا تحقق حتى الان وماذا تتوقعون من هذه العمليات الجديده؟ تحية لك أخي ولمشاهديك الكرام. بالساعة 500 هذا اليوم شرعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية المتمثلة بفرقة الرد السريع والفرقة الآلية بالتقدم نحو أهدافها المرسومة، والحمد لله والشكر تم إكمال ما مطلوب هذا اليوم. الصوت نعم أسمعك جيدا. تم إكمال ما مطلوب هذا اليوم من قواتنا الباسلة وتدمير العدو وقتل العشرات من العدو. الخطة عدت بإحكام بعد مناقشات طويلة بحضور القائد العام للقوات المسلحة وكذلك السيد وزير الداخلية المحترم ووزير الدفاع. عدت الخطة من العمليات المشتركة. كان المفروض أن تبدأ العملية قبل 3 أيام، ولكن الظروف الجوية السيئة باشرت القطعات اليوم. اليوم الحمد لله والشكر تكللت بالنصر العظيم. قطعاتنا ما هي إلا إن شاء الله أيام قليلة وسنعلن عن تحرير أيمن الموصل بالكامل. نعم. يعني هل بالإمكان تفصيل المناطق التي تم تحريرها وضع المدنيين في هذه المناطق؟ طبعا اليوم تم تحرير جميع القرى اللي على محور التقدم بالنسبة للشرطة الاتحادية وكذلك معمل الغاز. إن شاء الله غدا ستشرع قيادة قوات الشرطة الاتحادية بتحقيق ما تبقى من أهدافها. الخطة عدت بإحكام. تم فتح ممرات آمنة للأهلنا في هذه المناطق في جميع محاور التقدم. إن شاء الله نحن عازمون على التحرير بأقل التضحيات من قواتنا وأقل التضحيات من أهلنا الموجودين في هذه المناطق. نعم. طيب على ذكر التضحيات، يعني هل بالإمكان تحديد عدد ولو تقريبي للذين يعني لخسائركم البشرية في هذه العمليات؟ والله لكل معركة تضحيات أكيد يعني، ولكن نعم. هي أقل مما يتصورها الآخرين. نعم، بالرغم أنه المعركة اليوم أكملت أكثر من 190 يوم متتالية، معارك متتالية يوميا نبدأ بساعة شروع صباحا وتنتهي مساء. المعركة طالت كثيرا بسبب وجود أهلنا المدنيين في هذه المناطق واستخدامهم من قبل داعش كدروع بشرية. احنا لو لم يكن مسكونة ومهولة بأهلنا الموجودين لكانت المعركة قبل أشهر حسمت في جانب الموصل في الجانب الأيمن. أنا مطمئن أنه التضحيات هي أقل ما تتوقع، ولكن إن شاء الله هي كل قطرة دماء عزيزة علينا. نعم، نحن نحافظ على أهلنا المدنيين. فتحنا أكثر من محور لنزوح المدنيين، وللأسف الشديد نتيجة لظلم داعش وسيطرته على المناطق اللي بقت وعدم السماح لنزوحهم أخر العملية كثيرا. إن شاء الله كل هذه أخذت بالحسبان. الخطة عدت بشكل دقيق جدا. طيب الممرات عدت بشكل دقيق. معسكرات النزوح عدت لهذا الموضوع. إن شاء الله أنا أعدك أنه مثل ما يعني أعدوا قادتنا وأنه أيام قليلة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله وستحرر أيمن الموصل كما تحرر طيب أيسر الموصل. طيب بخصوص العائلات النازحة التي تود أن يعني تعبر نهر دجلة، هناك مشكلات بسبب يعني ارتفاع مستوى المياه، يعني إلغاء بعض الجسور، هل هناك ولو باختصار خطة لاستيعاب هذا الظرف؟ والله هم اقرب لهم النزوح الى قطعاتنا، قطعات قياده قوات الشرطه الاتحاديه الموجوده في الشمال في المحور الشمالي الان والمحور الجنوبي الغربي. واحنا اعدنا الخطه لنزوحهم. انا اتمنى انه من اهلنا ان يسمعوني وان يبتعدون الان فورا عن اماكن تواجد داعش لسلامتهم، ان يبتعدون عن المناطق اللي مسيطر عليها داعش، وان شاء الله نحن قريبين عنهم. ونحن لدينا اتصالات مع أهلنا في الموصل، هم خير من يدلنا على وجود المدنيين. نحن بوجودهم سنصل إليهم إن شاء الله بكل سلام. نعم. وسنحررهم بأقل التضحيات. أنا أطلب من أهلنا في مدينة الموصل أن يتجهوا إلى القطعات الأمنية
وأن يكونوا بعيدا عن تواجد داعش في الفترة الأيام القليلة القادمة لسلامتهم. نعم، إذن من منطقة عمليات تحرير الموصل قائد أركان الشرطة الاتحادية لواء الركن جعفر البطاط، شكرا جزيلا لك.